السلام عليكم يا أمي. أبويا أنا عندي ولد اثنين، اعتقلوهم ب2010، جو علي للبيت قالوا لي نص ساعة ورجعهم إليك، بس نستفسر منهم استفسار، وهاي صار لهم 10 سنين وتقليل، أخذوهم المطار المثنى 3 أشهر يدقون عليهم وأنواع التعذيب، ما خلوا شي، ما سووا لهم إياه، يمه والله ينزعوهم ونتل وكهرباء، وحتى عندهم تقرير طبي يثبت هم متعذبين من الطب العدلي. بعدين حكموهم اعدام. مخبر سري يقول اكو محكمة مال الاحداث بالعبانية اشتركوا هم على اساس بحرقها، لا بيها مدعين ولا بيها ميتين. قاضي بلي حمدي يحكمهم اعدام بمحكمة الساعة سنة 2015. ما عندهم لا قتل ولا عندهم خطف ولا عندهم انتماء. والله يا ابني والله جرعنا المور، يا ابني والله بعنا حتى الفراش اللي ننام عليه بعناه. والله اول ما اخذوهم قالوا لي حجية سلمينا الخمس دفاتر واستنوا ولدك. مش احكي لكم على الشفتة، 24 ساعة اركض لهم، 24 ساعة بالمعتقلات، تعال شوف التعذيب. والله فد يوم رحت للقاضي المحكمة الساعة داواجهة على مود ولدي، والله اعتقلني. ياواني فتت علي قانوني وهوية اخذوا من عندي بالاستعلامات، وحجزني 3 ساعات بالغرفة اعتقلني، قال اعتقلوها حق لا اله الا الله، والله على كل كلمة اقولها. يمه وهسه ولدي بالناصرية، والله يومين 3 انظل بالشارع على مود نروح لهم ونشوفهم 10 دقائق ما لحق. والله مظلومين، والله يا امة محمد مظلومين، والله ابرياء يا امة محمد. والله الكلاب تفتر علي أنا بالليالي وإحنا قاعدين يم السجن، نريد يطلع الصبح حتى نشوفهم. إيش نحكيكم على يا ضيم شفناه، على يا ضيم، على يا بلاء. وكل المعتقلين أكثرهم الوياهم هم نفس سالفتهم، هم مظلومين هيك. اللهم لك الحمد والشكر يا ربي، يا إلهي يا مولاي، تفرج عليهم وعلى كل المظلومين الأبرياء. الله شاهد ولدي مظلومين.